تحتضن العاصمة الأرجنتينية بونوس آيرس طيلة أيام الأسبوع الجاري الدورة 10 للمهرجان العالمي للشعر، وذلك بمشاركة مغربية. وتكتسي الدورة أهمية خاصة لأنها تؤرخ لمرور عقد من العمل المتواصل لتشغل الكلمة والشعر المكانة التي يستحقانها في حقل الإبداع والأدب والثقافة. كما أن الدورة متميزة لكونها تستضيف لأول مرة شاعرا من المغرب هو محمد أحمد بنيس. إذن هذه أول مرة يحضر فيها الشعر المغربي هنا في بوينوس آيرس في الأرجنتين. طبعا هذه يمكن اعتبارها مسألة إيجابية بشكل عام. يمكن القول أنه حضور الثقافة المغربية بكافة مكوناتها وبشكل بشكل خاص للشعر المغربي. أن نصل اليوم إلى الدورة العاشرة يعد تحديا حقيقيا، ويبقى الهدف الأساسي من هذا الموعد السنوي هو تقريب أصوات من بلدان بعيدة. لذلك فإن حضور المغرب من خلال مشاركة الشاعر محمد أحمد بنيس يعتبر مبعث فخر لنا، ومناسبة للاطلاع على ثقافة ولغة مختلفتين، الأكيد أنهما ستساهمان في إغناء ليالي المهرجان الشعري. المهرجان أضحى مع توالي السنوات ملتقا يقصده عشاق الكلمة والإيقاع بحثا عن أسرار الشعر، البلسم الململم للجراح المنكسرة أو ذاك النصف المفقود الذي لا حياة من دونه.